ولمناقشة الموضوع ينضم إلينا من الهيئة العربية للطوارئ السيد عمران كناني. مساء الخير سيد عمران. مساء الخير. يعني هل بالفعل ترى بأنه كان من المفترض أن تدخل كل البلاد إلى إغلاق شامل تغلق به آلاف المصالح وفي القطاع العام؟ هل كان ذلك ضروريا بحسب رأيك أم كان من الممكن إيجاد حلول أخرى؟ برأيي من متابعتنا للموضوع في هيئة الطوارئ العربية حتى من الموجة الأولى للكورونا، قرار الإغلاق هو خطوة متطرفة جدا. يعني ممكن يتخذ هذا القرار بعد ما تستنفذ كافة الوسائل والخطوات الممكنة. ممكن كان نفهم كمان حتى من ناحية التوقيت، ممكن كان القرار بالإغلاق حسب ما نادوا قسم من المهنيين كان مع بداية الموجة الثانية قبل ما تتأزم الأمور تصل إلى ما وصلت عليه اليوم، لكن ما كان في تبني للتوجه المهني. إذا من حل الإدارة الأزمة في الموجة الثانية منذ بدايتها لليوم إحنا بنشوف إنه في تغييب كامل للاعتبارات المهنية على حساب الاعتبارات الغريبة السياسية الحزبية الشخصية، وفي النهاية القرارات تخرج غير مدروسة من غير خطط طويلة الأمد للخروج من الأزمة، أحياناً كمان انتظار للحظات الأخيرة. هذا الموضوع خلق بلبلة وتناقضات عديدة أمام الجمهور، ما هي الساحة لأي قرارات على مدار كل الموج الثاني. فكان بالحري قرار الإغلاق اللي يعني في نقطة بحب أذكرها مثل الناحية الاقتصادية، إحنا سمعنا منذ اتخاذ قرار الإغلاق قديش في شرائح كبيرة بالذات وين المرافق السياحية والمطاعم وكل هاي المرافق اللي عملياً هذا هو الموسم تبعها لتعوض نفسها عن الأضرار اللي نجمت عن الكورونا. نعم. فبعد كل الحجوزات وبعد كل التهيئات لهذه الفترة من غير أي تحضير مسبق طلع القرار. وبالنسبة لنا الوسط العربي كمان في تغييب كامل لدورنا لموقفنا لخصوصياتنا. نعم. زي ما الكل بيعرف احنا في فترة أعياد اليهود اللي بتمتد قريب الشهر بهذا الوقت احنا عندنا حياة اعتيادية كاملة، كان في الدراسة العمل التجارة. فبهذا يعني من الواضح بأن يعني القرارات لا تتخذ بناء يعني على احتياجات المجتمع العربي وإنما يعني بناء على الأعياد اليهودية وما يعني يتخوفون له منه في المجتمع اليهودي. السؤال هو لماذا وصل المجتمع العربي إلى ما وصل إليه من حيث أعداد الإصابات بفيروس كورونا، علما بأنه في الموجة الأولى كان هناك التزام تام من قبل المواطنين العرب؟ صحيح، احنا متفقين تماما انه مجتمعنا كمان اللي كنا ننادي فيه بكل فترة الأزمة الثانية انه الالتزام هو الحل. التزامنا المعادلة بسيطة جدا، اذا احنا بنلتزم في التعليمات احنا عمليا نقدر نتعايش مع الكورونا اللي مرافقتنا لفترة طويلة ومع اقل اضرار ممكنة. لكن ممكن عدة عوامل متراكمة ادت لحالة الاستهتار، منها طبعا قضية الخوف بالموجة الأولى. أول شيء زرنا المرض 3 أسابيع متأخر، من جهة تانية كمان كان عامل الخوف له تأثير كبير، وبرضو كنا بفترة اللي هي فترة هادئة ما فيها مناسبات ما في أعراس. فالموجة الثانية ابتدت بعز موسم الأعراس والمناسبات، وبنفس الوقت الكل عامل الخوف مش بس عنا، احنا نشوف على العموم بإسرائيل العامة عامل الخوف وعامل الاستهتار بفيروس كورونا. أدى إنه دولة إسرائيل تتبوأ قائمة الدول المنكوبة بالكورونا، وبنفس الوقت إحنا بنشوف كمان إدارة المعركة إدارة الأزمة. لربما فقدان الثقة بالقرارات بقرارات الحكومة. صحيح، إدارة الأزمة الفاشلة على مستوى الدولي وعلى مستوى المجتمع العربي كمان فاقمت من هذا الموضوع وأدت للاستهتار الأكبر. المحامي عمران يعني عم نعيش اليوم احنا اكبر المتضررين رح نكون. نعم. خلال هاي الفتره من الاغلاق. وهنا السؤال يعني من المعروف بان البلدات العربيه والمدن ايضا مكتظه ومنها ايضا مكتظه للغايه يعني، وفرض الاغلاق عليها ليس كما يفرض على بلده يهوديه بها يعني متسعات اكثر للناس للتنزه، فهل برايك سوف يعني يلتزم المواطنون العرب بهذه التقييدات وهل سننجح يعني بتقليل اعداد الاصابات خلال فتره الاغلاق هذا؟
ممكن الإغلاق يكون له تأثير، لكن برأينا أنه الإغلاق كخطوة متطرفة ما كان وقته إسا، كان ممكن بدائل أخرى، مثلاً زيادة الإجراءات الردع، زيادة إجراءات الردع. العقاب الجماعي في جزء كبير من مجتمعنا ملتزم، في بلدات كتير في مجتمعنا هي خضراء، فالعقاب الجماعي هذا برأيي أنا ما رح يؤدي للنتائج المتوقعة منه. من جهة تانية كمان احنا بنشوف انه بلداتنا يعني شو اللي رح يزيد، انه اغلاق البلدات عدم الخروج، لكن دخل البلدات ما في تنظيم للأمور وما في مراقبة للموضوع، فممكن بالعكس هيك حصر الجمهور في مكان واحد ممكن يؤدي إلى تفاقم الأزمة. نعم. يعني وهنا كان هناك العديد من الانتقادات التي وجهت للشرطة بأنها لم تقم بواجبها وبالردع المطلوب، يعني بإيقاف الأعراس ويعني من يعني إعطاء المخالفات لمن يخالف القانون والتقييدات. يعني صحيح 100%، هذا اللي لاحظناه في طول الموجة الثانية. في البداية قلنا القرارات مش واضحة كثير، لكن التعليمات واضحة، فما كان في إجراءات لردع، إجراءات لتطبيق هذه القرارات والتعليمات. وهذا عملياً بطبع الإنسان، لما ما في إجراءات ردع الإنسان بغض النظر، والنتيجة كانت واضحة أنه الاستهتار الكامل بالذات بموسم الأعراس والمناسبات، حتى إذا منشوف على المحال التجارية كان في إلزام وتطبيق في الموجة الأولى للدخول للأماكن التجارية مع الحفاظ على كافة التعليمات، شفنا حالة ترهل كبيرة من جهة الحكومة، وبرضو أثرت من جهة السكان. نعم. فإحنا هنا بنناشد كمان مرة مجتمعنا، بالآخر الحل بإيدينا إحنا، إذا إحنا اليوم قررنا نتيجة كل الإسقاطات المتوقعة اللي راح يكون لها تأثير كبير سلبي على كتير جوانب من حياتنا وعلى شرائح كبيرة. نعم. سؤال أخير. والخسارات. نعم. سؤال أخير سيد عمران، يعني هل برأيك كان يجب أو يجب وضع خطة خاصة بالمجتمع العربي تتعامل مع احتياجات هذا المجتمع لمحاربة فيروس كورونا؟ نحن نعلم بأن المجتمع العربي لديه خصوصية، يعني فهل كان يجب وضع خطة خاصة بالمجتمع العربي؟ طبيعي، هذا المفروض كان في دولة فيها إدارة سليمة حتى تأخذ رأي الأقلية القومية اللي هي 20% من المجتمع وتسمع رأيها، موقفها، تشاركها مشاركة فعالة في اتخاذ القرار وتطبيق القرارات. لكن تغييب الرأي والموقف العربي في كل عملية اتخاذ القرار، هذا كمان زاد الأمور سوء، وهذا بالفعل يعني بالنهاية من هون أنا برجع ودائما بأكد أنه ما قلنا غير نفسنا، إحنا مسؤولين عن مصيرنا اليوم، إحنا راح نكون أكبر متضررين كمجتمع عربي جراء هذا الإغلاق، فمفروض علينا مسؤولية فردية ومسؤولية جماعية إنه نلتزم بالتعليمات بجهود وحدوية نعبر هاي المرحلة حتى ما يتجدد قرار الإغلاق وما يكون في إجراءات اللي من شأنها أنها تزيد الوضع سوء. نعم. ونحن بدورنا نثني على ما ذكرت. المحامي عمران كناني من الهيئة العربية للطوارئ، شكرا جزيلا لك.